في الختام تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يعزي باستشهاد الشيخ مجيد العبيدي بمواجهة مع إرهابي داعش بمنطقة العيث ويرفع التأهب بالمناطق الرخوة. عشائر صلاح الدين تطالب الكاظم تسليحها وإشراكها في مهمة الدفاع عن الأهل والممتلكات. قائد عمليات صلاح الدين يعلن العثور على كدس كبير للأعتداء والمواد اللوجستية للإرهابيين في وادي الثرثار وتواصل عمليات تطهير بيشي من الألغام. العراق يطالب مجلس الأمن مراقبة دولية للانتخابات المبكرة ومسؤولون يتوقعون تغييرات وشيكة لقيادات أمنية في عدد من المحافظات. نهاية نشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين، شكرا لحسن المتابعة وألقاكم على خير.